بين تيار الاقتتال السياسي وتيارات الفوضى تبحث حائرا عن تيار يضيء عتمه المشهد في الساحات والشوارع لكن ليس مقاربه انما هي حقيقه مره حين تخرج لتطالب بابسط الحقوق وهو تيار كهربائي كخطوه اساس قبل تيارات اخرى ولطالما ان استمرار الازمات في البلاد هو رعايه لمصالح دوله جاره او قل حسابات نفوذ على ظهر العراق وهذا حديث مراقبين كثر فان اكثر من 62 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 كما يوثق مركز الروابط في مقاله تفصيليه لكارثه حقيقيه يواجهها العراقيون على وجه التحديد تتمثل في معاناه الانتظار الطويل لحل مشكله متفاقمه تحول بين العراق وتقدمه دهاره. الأوضاع المتردية عقب سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري والذي واجهها رئيس الوزراء مؤخرا بقرارات محاربة الفساد والترهل الحاصل في إدارات متعاقبة لم تصنع تقدما حقيقيا تلك الإدارات في ملف الكهرباء إلا أن ما ينهك الوصول إلى حل جذري للأزمة الكهربائية يتمثل في غرق العراق بعقوبات أمريكية تزيد الضغط عليه ومنها ما يتجرعه البلد من عقوبات واشنطن على طهران في الحالتين فان العراق يكتوي بعقوبات امريكا على جارته وهذا ما يتضح رسميا بقول المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه بتمديد مده الاعفاء 45 يوما تاركا لاداره ترامب قرارا نهائيا بشان تمديده او قطعه تماما قبل التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب اذن يعيش العراق على رحمه الاعفاءات وهو معلق بقرارات دول متناحره على ساحه العراقيين الذين يواجهون عجزا كبيرا في انتاج الكهرباء بفعل ظروف امنيه وسياسيه ما ادى لاندلاع تظاهرات خرج الشارع من اجلها بعد ان ضاقت بهم الحال التي اودت بهم لظروف معيشيه قاسيه حولت حياتهم الى ما لا تحمد عقباه